بسم الله الرحمن الرحيم. سائل من أهل سوريا يسأل يقول: هناك من يثبت أن الله جل جلاله في السماء حسا، ويستدل بقضية صعود سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وقوله جل جلاله: بل رفعه الله إليه، فما معنى هذا؟ وإذا لم يكن عيسى في السماء حقيقة، فما معنى الرفع إلى الله؟ هو عيسى في السماء حقيقة، هذه قضية انتهينا منها. طيب، ورفعه الله إليه، يعني رفعه الله إليه لأن الله تعالى في السماء جالس ينتظر عيسى عليه السلام، تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الذي يفهم كلام العرب وأساليب العرب ولا يقف عند متشابه الألفاظ، بل يردها جميعا إلى محكمها، لا يقع في مثل هذه الوهدة وفي مثل هذا الضلال. نعم، القرآن جاء بألفاظ مقاربة، ولم يقل أحد من أهل العلم معناها أن الذهاب، أن الرفع عيسى عليه السلام من أجل أن يلقى الله هناك، ما أحد قال بهذا أبدا سوى المجسمة. تعالوا إلى القرآن. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما هجر قومه ماذا قال؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ذاهب إلى إلى ربي، أليس الوهابية يتفيهقون؟ وأين تفيد المكان؟ وإلى تفيد نهاية الغاية؟ وأحيانا خاصة الإنسان يتعلم قليلا من اللغة العربية. إني ذاهب إلى ربي، صعد إلى السماء سيدنا إبراهيم من أجل أن يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى. فهمني، ما معنى إني ذاهب إلى ربي؟ أليس باللسان ذاته؟ أخبرني ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الظل: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وانت رأيت الظل ارتفع إلى الله سبحانه؟ الظل يتحرك من مكان إلى مكان قليل، يقال إلينا. أليس كذلك؟ أليس هذا بالقرآن؟ اقرأ آية الظلام، ظلام الكافر المقابل للنور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، التي قبلها ماذا؟ كسراب أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. تعال يا أخي يا وهابي، وجد الله إين؟ عنده. أليس عندي مكان هذه؟ أخبرني. الكافر الآن لما يذهب إلى الصحراء ويرى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. الله عند هذا، عند السراب الذي بقيعة، والكافر سيلقى الله سبحانه. وافرض أنه في الآخرة، ما يقول الإنسان في الآخرة، في الآخرة الكافر سيلقى الله سبحانه. أليس الله سبحانه وتعالى قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ الكفر هؤلاء يلقون الله؟ الرؤية نحن نعلمها للمؤمنين ليست للكافرين، هي مكرمة وهي أعظم المكارم. فهموا القرآن، فهموه بلسان العرب، وكفى تلبيسا على العوام. العام مسكين ليس عنده تلك الآليات، وأنتم تخدعونه جيدا، تعلمون أنكم تخدعونه. هذا القرآن جاء في أساليب كثيرة من هذا القبيل. أنزل من السماء، إنا أنزلناه. طيب، أنزلنا القرآن، وينزل ربنا سبحانه وتعالى، الله أعلم بمراده من متشابه الألفاظ، النزول المادي للمواد
النزول المعاني المعنوي للمعاني. الشافعي رضي الله عنه يقول: دخلت إلى مصر فلم يفهموا كلامي فنزلت ثم نزلت. الله تعالى يقول: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. عندكم رأيتم السماء تمطر بقرا وإبلا وغنما وماعزة، هل تمطر السماء كذلك؟ طيب ماذا يقول؟ أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. إذا النزول والصعود والرفع والخفض للمادة، نعم رفع مادي، عيسى مادة أم ليس مادة؟ عيسى جوهر محترم، نبي من أنبياء الله، جسد معظم، رفع الله ذلك الجسد فعلا إلى السماء. طب إليه وإلينا مثل قبضناه إلينا قبضا يسيرا، ما الظل قبض إلى الله قبضا يسيرا، أليس فيه إلينا؟ يعني أرجو أن لا تغالطوا العوام إلا إذا كنتم أنتم من العوام. القضية العامي مسكين يرى طول اللحية فيظن القضية هكذا، يحسبه الجاهل ما لم يعلمه، شيخا على كرسيه معممة، طول اللحية ودهنها بالزيوت ورقصها يمينا ويسارا وهزم العلماء والصالحين، يا سلام أنت إمام الأئمة. وإذا كنت يوتيوبر ناجح وعندك شركة إعلامية لتزين صورتك، هذا هو غاية المراد من رب العباد، لكن أنتم تلبسون على الناس. كل هذه من المتشابهات، كله من المتشابه، ما محكمه ليس كمثله شيء. إذا تقول وجد الله عنده، عند السراب، السراب أصلا غير موجود، وتقول كما رفعناه إلينا، وتقول ماذا أيضا؟ ذاهب إلى ربي. إذا أنت جهمي تعتقد أن الله في كل مكان. لا أيها الغبي، لا والله يا غبي لست جهميا، وأبرأ إلى الله من الجهمية، ولا أقول الله في كل مكان أبدا، وليس هذا من معتقد المسلمين، لأن الذي يستحيل عليه مكان واحد يستحيل عليه جميع الأمكنة. المكان محال، المكان يعني حاجة، يعني افتقار. تعلموا العقيدة، افتقار إلى المكان، أنا مفتقر، شايف هذا الجسد موجود في هذا المكان، لا أستطيع أن أنفك عن مكان، لا يمكن، لماذا؟ لأني مخلوق. ولكن لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا شمال ولا داخل ولا خارج، إذن هو خارج إيش؟ إذن هو عدم. أيها المسكين، نعم إذا كنت تقصد مخلوقا من المخلوقات فلا بد أن يكون في واحد من هذه الجهات، والله ليس كذلك. لماذا؟ لأنه ليس مخلوقا، شيء طبيعي. طيب نحن قلنا بالنسبة للمخلوقات يمين يسار فوق تحت أمام خلف، كل هكذا الجهات لابد أن تحيط به الجهات، لابد أن يكون أسيرا لهذا الزمان، لأن الزمان حركة بين متغيرين، إذن تجي عليه الأعراض. الله ليس كذلك سبحانه وتعالى. طيب إذن مفقود، ما قال هذا؟ نعم القياس ما دام مخلوقا فلا بد أن يكون متحيزا، كلامك والله صحيح. أما إذا كنت من أين أتيت بهذه القضية الكبيرة، كل موجود لابد أن يكون متحيزا، غير صحيح، لأن هذا واجب الوجود ليس مفتقرا. وحتى أقرب لك الصورة، افهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعيا الكرامية، أرهقهم هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه. بس أنتم صوفية تقولون فإنه كما وهو كما على ما عليه كان. لا يا أخي، ما احنا صوفية ولا قطنية، احنا نقول لك ماذا؟ تمسك بهذا الحديث: كان الله ولا شيء معه. لماذا؟ لماذا؟ حتى تعلم أن الله حينما كان ولا شيء معه لم يكن لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا لم يكن في الجهات، وهذا ما قاله السلف. لا لا لا، درسنا في التدمرية وفي الحشوية والحموية، درسنا أن الله تعالى السلف قالوا غير هذا. السلف الكرامية، السلف يرجع إلى الإمام الطحاوي،
لا تعالى عن الحدود والغايات، لا تحويه الجهات كسائر المبتدعات، مختلف، هذه مبتدعات مخلوقة أبدعها فتحويها الجهات، الله ليس كذلك. اتقوا الله سبحانه، اتقوا الله وكفى تلبيسا على العوام. أنتم تخادعونهم، أنتم أيها الأشعرية إذا تنكرون العلو، لا لا والله لا 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 أبدا أبدا، ما في أشعري ينكر العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. في كل موضوع نقول ماذا تعالى، إيش يعني؟ يعني هو العلي الأعلى. لكن بس علمونا في برنامج نور على الدرب وفي رسائل مجانية توزع كذا وكذا ولا كذا، أن الأشعرية يقولون أن الله تعالى، أن الأشاعرة ينكرون العلو. نعم الأشاعرة لا ينكرون علو الله العلي الأعلى، إنما ينكرون علو المخلوقات ويقولون الله جل جلاله لا تجري عليه هذه القوانين، قوانين المادة، فهو العلي الأعلى بلا شك، ولكن ليس علوا ماديا مثل علو الكائنات. هذه القصة من أولها إلى آخره. طمان أيها السني يا طالب العلم الشرعي شرقا وغربا، اطمئن فإن معك الحق جل جلاله المسبح السبوح القدوس الذي يسبح نفسه ويسبحه ملائكته، سبح نفسه بما أنزل على خلقه من تعليم التنزيل، سبح لله ما في السماوات، يسبح لله ما في السماوات، يعني هذا مرادي بأنه سبح نفسه، يعني الله منزه عن كل نقص. معك الله جل جلاله، فهو المسبح السبوح القدوس كما وصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يرضى أن يوصف بهذه الطريقة الخرقاء التي يصفه بها الحشوية. معك الملائكة الكرام، لأن صنعتهم التسبيح، ما عندهم شغل غير التسبيح، ولا يفترون عن تسبيح الحق جل جلاله. معك الأنبياء، أو أنت معهم يعني باب الأدب، الله معنا بالنصرة ونحن معه بالعبدية، أنت مع الأنبياء تسبح الله تعالى، بل أنت مع الكائنات جميعا، سبح الله ما في السماوات وما في الأرض، كل هذه الكائنات تقول لك يا أيها المخلوق أنا مخلوق مثلك، فلا يصح أن أكون خالقا، فهي تسبح بدلالة الحال كما عليه جماهير المفسرين، وتسبح بدلالة المقال، وسنفرد هذا التسبيح بلقاء خاص إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.